عيشة شيء مع عصر الحلال. منورنا. ميرسي. مساء الخير. مساء النور. الفرقة الموسيقية وجمهورنا منورنا. مشاهدينا في مصر والوطن العربي، معانا الليلة فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني، منور مصر. يا أهلا وسهلا فيك، أنا بتشكرك، بتشكر دعوتكم، ومسي بالخير كل اللي عم يشوفونا بكل الوطن العربي. غنيت باللهجة المصرية كتير. كتير طبعاً. طبعا. وغنيت بكذا لهجة. أنا من الفنانين اللي بعتبر لهجة منا حاجز قدامي، لما بتعجبني أي كلمة بدي أغنيها، ودائما لما بختار أغنية بختار الكلمة أول شيء، ما بختار اللهجة. وثابت أنه غنيت لهجات عديدة، وعندي استعداد أنه غني أي لهجة عربية، لأنه بالنهاية أنا بحكي لغة عربية، لهجتنا العربية اللي نحن بالنهاية عرب، ومفروض أنه نكون منفتحين على بعضنا بثقافاتنا بحضاراتنا بلهجتنا، وهذا وبالفن اللي عم نقدمه اكيد. طب خلينا نشوف بروفايل وبعدين نكمل، اوكي؟ بروفايل. تفضلي. عاصي الحلاني. خليك بقلبي بايتك، انا ما صدقت لقايتك. اهواك كانت اول اغنيه تعلمها عاصي الحلاني على العود بتاعه وهو عنده 15 سنه، ومن بعدها كبر عاصي وكبرت أحلامه في الغنى معاه. وعشان ينتج أول أغنية لي ما كانش قدامه حل غير إنه يبيع سلسلة ذهب ساعدته بيها والدته عشان يبتدي ويشق طريقه. ولما الأغنية ما نجحتش قدم في برنامج استوديو الفن، البرنامج الاثنين الشهير في تقديم المواهب، وبعدها فهم عاصي إن النجاح صعب وطويل ومش محتاج استعجال. بدأت نجوميته مع عام 94 مع أغنية وأنا مارق مريت. اللي كسرت الدنيا ساعتها وحطت عاصي الحلاني على أول طريق النجومية، ومن بعدها كمل عاصي مسيرته الناجحة لحد دلوقتي. كل المشوار ده خلى عاصي يؤمن إن النجاح بيجي بالتدريج، وسلم النجومية طويل وكل درجاته كفاح وشقة. بس الغريب إن إيمانه ده كان عكس قبوله لعضوية لجنة التحكيم ببرنامج اكتشاف مواهب غنائي بيوعد الشباب بإنه يحقق لهم النجومية في أسابيع. كتير من الفنانين أبدوا اعتراضهم على فكرة برنامج اكتشاف المواهب. ميادة الحناوي شافت إنها برامج لاستغلال الشباب بحجة اكتشافهم، ووصفها جوجو وصوف بإنها برامج تجارية المحكمين فيها نفسهم عايزين حاجة. وبعد رحيل صبر الرباعي وشيرين وكاظم الساهر من البرنامج لأسباب مختلفة، يبقى عاصي هو العنصر الوحيد بلجنة التحكيم اللي بيكمل للموسم الرابع مع لجنة تحكيم جديدة مكونة من حمائي وإليسا وأحلام. فهل تغيرت قناعات عاصي عن فكرة النجاح بالتدريج والشقة والتعب؟ أما أن قناعاته زي ما هي والموضوع ليه جوانب تانية ما نعرفهاش. عاصي الحلاني مع عيشة. رجعتونا لورا مشوار طويل. ايه اهم محطه في المشوار ده؟ كنت دائما احلم انه اعمل مسرح. انا نجحت كتير بالاغاني اللي قدمتها وبالمهرجانات اللي قدمتها بمعظم البلاد العربيه والعالم. انا غنيت على اهم المسارح بالعالم، ولكن من احد الطموحات اللي كنت بطمح اني اقدمها اوقف على الخشب اللي وقفت عليها ست فيروز وست أم كلثوم وست صباح وأستاذ وديع ونصر شمس الدين وهالعمالقة الكبار اللي هو مهرجانات بعلبك الدولية والمنطقة اللي أنا منها هيدي المنطقة، وقدم عمل مسرحي، يعني عمل مسرحي استعراضي، مش أنه وقف مع فرقتي الموسيقية وغني، لأنه هيدي شغلة طبيعية صارت يعني وتقليدية أنه نوقف مع الفرقة ونغني لجمهور اللي بحبنا. ولكن كنت حابب أنه أوقف على هالمسرح، مسرح مهرجانات بعلبك الدولية، وقدم عمل مسرحي. وهذا شيء حصل معي سنة 2009، قدمت كان اليوبيل الذهبي لمهرجانات بعلبك الدولية، وقدمت هذا العمل كان اسمه أوبرا الضيعة مع عبد الحليم كاراكلا، مع فرقة كاراكلا. والحمد لله رجعت الحلم تكرر بمسرحية تانية، عمل مسرحي تاني كان
مع أخوين صباغ بعمل كان اسمه من أيام صلاح الدين، ورجعت كررت كمان للمرة الثالثة بمسرحية أو عمل مسرحي كان اسمه عاصي الحلم، كمان على مهرجانات مسرح مهرجانات بعلبك. هذه كانت بالنسبة لي من أحلى الأمنيات اللي كنت أنا بتمنى أني حققها بحياتي. ما شاء الله مسيرة كلها نجاحات وراضي عنها يعني بنسبة كبيرة. الحمد لله. كان في مرة فشل أو إخفاء أو قلت الخطوة دي أنا ما كانش لازم أعملها؟ ما في شيء بقدر أتذكره وأقول أنه كان خطأ يعني أنا ندمان عليه، يعني بالعكس بعتبر الأخطاء الصغيرة كانت تجارب ممكن اتعلمت منها لأوصل للمحل اللي أنا وصلت له. مشان هيك بقول ما في حدا ما بيغلط، بس إنما مفروض الإنسان يتعلم من الأخطاء اللي بيمرق فيها بحياته. عاصي، نشأت في عيلة ما شاء الله فيها 13 أخ وأخت، يعني عيلة كبيرة، كان صعب ده عليك؟ بيتنا كان بيت مثل كل بيوت البيئة اللبنانية والعربية، ربينا على محبة بعضنا وربنا كان معنا ومع أهلي. وبالعكس لما برجع للذكريات لأيام الطفولة ولما كنت مع أخواتي ببيت واحد ومع عائلتي، بالعكس بفرح وبتذكر وبكون سعيد لما بتذكر هذه اللحظات. مش هيك ما بعتبر كان في صعوبة. كان في صعوبة مادية بالنسبة لألي؟ الصعوبة مش المادية كانت أكتر ما هي المشاكل اللي كنا مارقين فيها بلبنان، وأنا ابن الحرب اللبنانية، يعني عم نحكي يعني بين 75 وسنة 90 أو 85، فكانت من أصعب المراحل. وكانت الصعوبة اللي عشناها هي الحرب اللي كنا عم نعيشها بلبنان، ولكن الوالد الله يرحمه والوالدة ما بحياتهم أثروا علينا، وكنا دايما عنا قناعة بحياتنا وكيف عايشين. علاقتك بإخواتك إيه؟ أنا قريب، أكيد قريب من عائلتي، قريب من بيئتي وعائلتي وإخواتي طبعاً قريب منهم. خسرت أخ كان يعني هو أكتر حدا يمكن كان قريب لألي، الله يرحمه، علي الله يرحمه، من حوالي 3-4 سنين، وهو كان أكتر حدا قريب لألي. في خي الكبير هلأ الله يطول بعمره يعني كمان حدي، ويعني هو وعائلته وإخواتي البنات كله، أنا إحنا 3 شباب كنا و10 بنات، في عنا أخت، في ناس بعض الناس صاروا بالدنيا الحق، ولكن كلنا منحب بعضنا، كلنا ربينا على حب العائلة وعلى الألفة والمودة والتلاقي الدايم. وطبعا اليوم عائلتي الصغيرة اللي هي أولادي وزوجتي بيلعبوا دور كتير كبير كمان صاروا بحياتي، ربنا يخليهم لك. ليه اخواتك مغيبين عن الاعلام؟ ليه ما نشوفهمش في الاعلام؟ انت قصد كده؟ لا لا، خيل يعني بعاد عن الوسط الفني، واخواتي البنات اغلبهم او كلهم تقريبا اكبر مني، في عندي اختين بس او اخت وحده اصغر مني، الباقيين كلهم اكبر مني، مزوجين وعندهم عيال وملتزمين منهم، يعني مش انه ملتزمين يعني هن ما بحب بعاد عن الفن او ما بيحبوا او ما لا او لا يتذوقوا الفن، بالعكس، بس انه متزوجين يعني وملتزمين، ملتزمين بعائلتهم. ابدا، انا بيني وبين عائلتي انا ولا بينهم وبين كولات. أبداً, أبداً, ابدا يعني انت مش مغيبهم عن الاعلام، هم اللي مش عايزين يظهروا. لا مش ضروري، يعني اليوم بكل الأوساط الفنية مش بالضروري إذا كان واحد فنان تكون إخواته هن كمان موجودين بس كل عائلتك تحت الأضواء، لأنه عائلتي كانوا صغار وهن عائل، يعني أنا من النوع اللي كنت شايف عائلتي شي حلو وما زلت شايفهم شي حلو، ومن هن وكانوا ببيات صغار كنت صورهم وكنت أنبسط فيهم، وهذا الشيء بعتبره كان شيء إيجابي بحياتي، وكان بالعكس عمل ردة فعل إيجابية عند بعض الفنانين اللي كانوا بيعتبروا بأنه الزواج هو شغلة مش منيحة للفنان، وكانوا يخافوا من الزواج لأنه بيعتبروا أنه ممكن يحد من شهرته أو يقلل من معجبينه. فأنا فرجيت الصورة العكس، واليوم أنا الحمد لله اللي بيحبوني ما زالوا بيحبوني وعم يزيدوا وبيحبوا أسرتي وعائلتي، وهذا شيء أنا فخور فيه. ربنا يديم المحبة ما بينكم. حنكمل كلامنا بس ممكن نروح لفاصل؟ تفضلي. فاصل وراجعين.
اليوم ومعنا فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني اللي منورنا في مصر. أهلا. نورنا. أهلا أهلا وسهلا. الندم، مساحة الندم في حياة عاصي؟ الندم يمكن يعني يمكن بقول لك بندم. أنا أمي وبي الله يرحمهم توفوا بال 2008 تقريبا 2007-2008، كان في 10 أشهر بين بعض. وأنا بعتبر بأنه الحمد لله هيدي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، أنه أنا كنت مرضي وكل الوقت كنت يعني حد الأهل، ما تركتهم ولا دقيقة. يمكن هلأ بقول أنه يا ريت قدرت قعدت وقت أطول أنا، لأنه كانت فترة يعني الشهرة تبعي أو الشغل والإني بتاخد من وقت الإنسان، عم بركض لحتى ابني حالي. هي كانت فترة التسعينات لل 2005 اعتبري، خلينا نعتبر يعني هني هالعشرة 15 سنة. هودي العشرة 15 سنة كنت عم شوف أهلي، ولكن كنت كل الوقت سفر. وحتى عائلتي اللي هني يعني بهيدي الفترة، أنا تزوجت بكير بسنة 1996، فكمان حتى من أولادي لما كانوا صغار كنت شوي بعيد عنهم، لأنه كنا نطلع نعمل رحلات. يعني مثلا أطلع أمريكا أقعد شهرين، أطلع كندا أقعد شهر، روح أستراليا أقعد شهر. كنت بوقت كتير أبعد عن عائلتي بحكم عم ببني نفسي، وكرمال كنت عم بشتغل حتى بالنهاية ابني اسمي وطور نفسي. فيمكن كنت بندم أنه لو قدرت أقعد مع أهلي أكتر، اكسب وجودا حدي اكثر. هيدي الاشياء اللي اكثر شيء بندم عليها يعني. بس انما الحمد لله ما عملت شيء بحياتي وقلت انه انا ما كان لازم اعمله، او كان خطا غلط. او خطا لا ما فيش حاجه ندمان عليها في بعض الاغاني يعني. لكن اغنيه ايه مثلا؟ ما بقول دائما بنسأل السؤال وما بقول، ولكن في بعض الاغاني مثلا بمرحله المراحل. والاغاني دي ناجحه او لا اللي انت ندمان عليها؟ ما احيانا حد يقول لك الاغنيه نجحت جدا بس مرة انا ما كنتش حابه اغنيها. كان في غنوه انا ما كنتش عايز نزل. هتكلم شوي مصري معك لحتى كمان المشاهدين يقدروا ما يضيعوا معي. تفضل. طبعا كان في غنوه كنت بسجل البوم سنه 99، كان في غنوه من الاغاني ما كنت بدي انزلها. فقامت وقتها بتذكر زوجتي قالت لي الغنوه دي من اجمل الاغاني. قلت لها انا مش شايف نفسي بالغنوه دي، مش عايز انزلها. كان وقتها دارج ما كنت مثل اليوم، صرنا طبعا صار اليوم العصر صار كله على اليوتيوب وعلى الاغاني ديجيتال، ما عاد على او على المواقع. كان وقتها الكاسات ينزل الكاسات. فقمت انا عملت ايه علشان يعني بعد الكلام الكتير بيني وبين زوجتي انه لا نزل الغنوة وانا مش عايز انزلها، وضليت مصر مش عاوز انزل يعني. سجلتها وحطيت صوتي ومش عايز انزلها. بعدين نجحت عملت كان الالبوم بتذكر يمكن 10 اغاني، حطيتها اخر غنوة على اساس ايه انه لما يسمعوا الالبوم الناس لما يوصلوا لاخر غنوة يكونوا زهقوا من خلاص ما يسمعوهاش. فالغنوة دي اكتر غنوة ضربت في الالبوم ايامها، اللي هي ايه؟ والهوى طاير طاير مثل الكذبة. في حدا مش حافظها منكم؟ يلا نسمع. والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير، يرسم رقص عالداير يزهر اي لول. وانا مثل الهوى صاير مجنون بحبها وحاير، بدي وما بعرف ساير شو بدي قول. والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير، يرسم رقص عالداير. وانا مثل الهوى صاير مجنون بحبها وحاير، بدي وما بعرف ساير شو بدي قول. مثل الكذبة حلوة عيونها، والقمر دايب على خدها، والوردة تجن جنونها علقنها من الندى. تتمشى الدرب بتلحقها، والناس بتمرق من حدها. تعطر هالمدى تعطر هالمدى. والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير، يرسم رقص عالداير زهر ايلول. وانا مثل الهوى صاير مجنون بحبها وحاير، بدي وما بعرف ساير شو بدي قول. hey!
لنقول تحية للمايسترو حسن رحال معنا والفرقة الموسيقية. يعطيكم ألف عافية، يعطيكم ألف عافية. على فكرة هيدي الأغنية من الأغاني اللي كنا عم نحكي عن ندم، إنه كنت ندمان إنه نزلتها، بعدين تلاقيت إنه لا، الأغنية منيح نزلتها، والأغنية من أكثر الأغاني اللي بغنيها بمصر وبالدول العربية. وعلى فكرة بس لحتى أوضح شغلة، إنه هاي الأغنية كلمات مروان خوري الفنان الشامل مثل ما بيقولوا دايما، اللي أنا كتير بحبه، كلمات مروان خوري، ألحان بودي نعوم وتوزيع بودي نعوم. تحية للفنان مروان خوري طبعا، كلنا بنحبه. طب العكس بقى، حصل معك العكس؟ يعني كان في أغنية أنت اعتذرت عنها أو قريتها أو شفتها أو سمعتها وقلت لا مش هغنيها، وبعد كده غناها غيرك وقلت يا رب يا ريتني غنيتها، دي حلوة جدا. في غنوة كان لازم أنا أغنيها وما غنيتها ونجحت ديو ونشحت كتير، اللي هي إيه؟ خلاص قول بقى، إيه المشكلة؟ غنوة بتذكر غنوها رجعوا فضل شاكر ويارا، خدني معك؟ ايه خدني معك، خدني معك. بس كنت انا عامل قبل بفترة مش طويلة عامل اغنية قولي جاي اللي عاملها انا وكارول صقر اللي كانت ديو كمان، فعرض علي وقتها بتذكر الملحن، هو بحكم الصحبة يعني والصداقة، وهادي شرارة كمان صديق، كنا باستديو مع بعض عم نشتغل، وكنا نحن مع بعض عاملين اغنية قولي جاي يعني كمان اللي قبل، فقلت له لهادي، قلت له انه ما لي زمان عامل ديو اللي انا وكارول، ما بدي هلا ارجع اكرر واعمل ديو تاني دغري. وفعلا بتذكر بفترتها عرضوها على فضل وعلى يارا والاغنيه ضربت يعني كسر الدنيا. بتذكر ما ندمتش انك كملت وانضميت للموسم الرابع من ذا فويس رغم الانتقادات على اللجنه؟ هلا انا ما سمعت انتقادات. انا بالنسبه لي بعتبر ذا فويس هو من اجمل التجارب. احنا سمعنا عشان كده بنقول لك. هلا طبعا كان في اشاده يوم باللجنه الاولى، اليوم بطبيعه الحال لما بيكون في فانز او متابعين لفنان معين، اجى فنان تاني محله، بصير هيدي اليوم السوشيال ميديا صارت عم تلعب دور كتير كبير بموضوع توصيل اراء واصوات، بعض الاحيان ايجابيه بعض الاحيان سلبيه، بعض الاحيان مأزيه، وبعض الأحيان هي عم بتسيء لمجتمعنا العربي، لأنه بألفاظ نحن ما تعودنا عليها ولا تعودنا أنه بمجتمعنا نسمعها. لنرجع لدو فويس، أنا بالنسبة لي مرحلة دو فويس بعتبرها من أجمل المراحل اللي عملتها بحياتي ومن أجمل التجارب، ويمكن هذه المرحلة أو هالتجربة وصلتني للناس وخلت الناس تتعرف على عاصي الإنسان أكثر من الفنان بس. وبالنسبة للجنة أنا تربطني صداقة مع الكل يعني بدون استثناء أبدا، يعني صداقة وأخوة إذا بدك. بحب كتير شيرين، بحب كتير إليسا، بحب كتير أحلام وحمائي، دبلوماسي جدا كالعادة عاصي الحلاني، وما في أوصف لك قد ايه بحترم وبحب كمان لقازم الساهر، لصابر الرباعي، ما حفظ الألقاب للجميع، كلهم بحترمهم وبعزهم. طبعا كلهم نجوم، بس كلهم نجوم. باللجنة الأولى على حساب اللجنة الثانية دايما. يمكن نحن عندنا مشكلة، يمكن نوع متعود ده، يمكن لا أقول لك، نحن عندنا مشكلة بحياتنا العربية انه ما معودين على التغيير، ما تعود يعني معودين انه بس يجينا شيء معين من دون ما نسمي بنتعود عليه ومنبطل بدنا نغير، يعني عرفتي كيف؟ فهيدي شغلة انا ضدها، انا بعتبر بالعكس الدنيا عم تتغير والسنين عم تمشي لقدام، وفي بدنا نشوف مثل ما تعودنا على وجوه قديمة بدنا نتعود على وجوه جاي بعدها. طب مثل ما نحن اليوم في ناس بعدنا عاسي، كنت تفكر قبل كل موسم تقول الموسم ده انضم او لا، او لا خلاص يعني انت اوتوماتيكيا تنضم؟ بدي اقول لك شغله، انه بالموسم الرابع انا انضميت لذا فويس قبل ما نبلش تصوير بحوالي يمكن 10 ايام. ما كانش في قرار يعني؟ ما كان في قرار قبل، لانه علمت بالتغيير اللجنه وصار في بعض الاخذ وال يعني الحوار اذا بدك او النقاش بيني. الحوار كان مادي؟ كان في اخذ ورد؟ لا لا لا، ما عم بحكي مادي، انا عم بحكي لنعرف مين المشاركين كمان. اليوم كتير بيهمني انه لما بكون انا على كرسي الحدا اللي قاعد حدي يكون انا برتاح له نفسيا يعني وقريب لقلبي وقريب لقلي يعني. ومشان هيك نحن اول موسم عملناه بذا فويس قبل ما
انه ابتدي التصوير التقينا مع بعضنا اكثر من مره وحكينا وتعشينا وتغدينا وصار في هيدي التواصل لحتى لما بنقعد نكون في هيدي الروح الطيبه بيناتنا. عاصف ذا فويس في مواهب كثيره جدا واصوات حلوه 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 جدا، بس بعد كده ما نسمعش عنهم حاجه ليه؟ بيروحوا خلاص يعني بيعدوا بيروحوا، علشان البرنامج ده لازم كلنا نعرف انه هو النجم، واليوم الموهبه اللي عم تطلع بهالبرنامج هيدا عم تطلع وعم تشوفها الناس كل اسبوع، ما في متركاج عليها يعني. فاليوم المفروض من الموهبة اللي عم تطلع من خلال هذا البرنامج تستغل هيدي المراحل وتكون حاضرة ما بعد The Voice أو ما بعد Arab Idol أو ما بعد X Factor أو هالبرامج كلها اللي انعملت، حاضرة أنه تكون موجودة على الساحة الغنائية والفنية. بس صعب الوحده يعني، هيعمل إيه وحده؟ اليوم فن ونجاح وخمول ما بيمشوا مع بعض. يعني خمول ما ممكن، أكيد ما ممكن يعني. اليوم لازم الصوت الموهبة الحلوة واللي عندها موهبة تكون حاضرة أنه تقدم شيء ما بعد انتهاء البرنامج. ممكن ما فيش أي دعم مادي على ما أظن يعني. أنا نحن كلجنة أو كمدربين مشوارنا بينتهي معهم عند انتهاء البرنامج. هلأ من دون شك بأنه أنا فضلت على علاقة مع كتار من المواهب، وحتى مراد بوريكي أنا قدمت له أغنية كانت ألحانة وكلمات نزار فرانسيس وتوزيع عادل عايش، أنا عملنا له بس وقتها. ما سمعناش عنه حاجة. بس مراد اليوم من الفنانين المغاربي اللي كتير موجودين على الساحة المغربية، على الساحة العربية ما سمعناش عنه حاجة. يمكن شوي مقصر عنا بالمنطقة هون بالخليج أو بمصر أو بلبنان، بس إنما اليوم هو موجود عم يشتغل على حاله. بس النجومية منا شغلة سهلة ومنا ممكن تكون بليلة وضحاها مثل ما بيقولوا. حنكمل كلامنا بس ممكن نروح لفاصل؟ تفضلي. فاصل وراجعين. رجعنا لكم ومعنا فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني، منورنا. تسلم منورة بوجودك، وجود هالشباب وهالصبايا الحلوين. عاصي دلوقتي معنا 6 صور، هقول لك تصريح تقول لي الصورة لمين. عاصي منه رومانسي بس الحب بيننا ما تغير، مين قال كده؟ أنا مني رومانسي هي محتاجة تفكير؟ لا أنا رومانسي يعني، ما في حدا بيقدر يغني غنية فيها حب. بعدين نتناقش بقى إن كنت رومانسي ولا لا. ما في حدا بيغني غنية فيها حب ما بيكون رومانسي. مش أنا اللي قلت والله، هي قالت كده. بس هي مين؟ مراتي يعني؟ مش عارفة أنا بسألها. أنت بتسألي مين اللي قالت هيك؟ يعني ما في حدا ممكن يقول هيك إلا إذا كانت مرتي، ومرتي ما بتقول هيك. بس هي قالت كده، قالت عاصي منه رومانسي بس الحب بيننا ما تغير. لكن بدي لك شغله، بعض الاحيان ظروف الحياه خلينا نشوف بعدين نرجع. طيب ممكن نشوف. يلا كولات. لا هي لقال لك شو، انا رومانسي بس كنت عم اقول لك الجواب انه بعض الاحيان هموم الحياه ومشاكل الحياه والعائله، وانا من النوع اللي كتير عندي يعني كتير عندي قلق على اولادي يعني. تخيلي مثلا انا اذا حدا منهم برات البيت ضل كل الوقت على التليفون، كل شوي دقيتي سالتي الاولاد فين هم يعني. عندي المشاكل الحياه شوي بتاخذ منك هيدي الوقت. التفرغ يعني للاخر، التفرغ الكامل كل الوقت يعني بصير كمان. ما هو اساسا العائلة بتكمل الحب وبتكمل الرومانسية بحياة الإنسان. إيه أكتر حاجة بتعصبها منك؟ إذا كنت عم تحكي موضوع أنا ما عم بسمع يعني، أوقات كتير مثلا بتكون عم تحكيني شيء بتخلص الكلمة بكون أنا وأنت سرحان يعني وعامل نفسك بتسمع؟ بكون سرحان. بتفتكر أهم تواريخ في حياتك؟ لا هيدي الشغلة بتزعجها منك. يعني مثلا اتجوزت إمتى؟ مش فاكر. عيد ميلادها؟ بعرف السنة. طب لا بتهزر.
مش والله. فاكر الشهر واليوم؟ لا. طب السنة؟ 96. وعيد ميلادها؟ 22 أغسطس. طب الحمد لله فاكر؟ ما أقدرش. الصورة اللي جاية، أوكي؟ أنت أطلقت هاشتاج تضامناً معه. فنان لبناني راغب. نشوف الصورة؟ كلنا راغب. فعلاً راغب علامة، السوبر حيي. ستار راغب علامة، وكلنا بنحييه. صديق وأخ وعزيز وله كل المودة بقلبي. فبمحل من المحلات اعتبرت إنه كان غلط اللي حصل وقت قدم الأغنية اللي وكان ممكن تتعالج بطريقة مختلفة وقتها من سعادة النايب اللي طلب قطع رأس. هي كلمة إذا بدك يعني مبالغ فيها يعني. أنا 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 محبتي كتير كبيرة للفنان راغب علامة، وكلكم بتعرفوا إنه في صداقة عائلية، بحبوا أولاده مثل أولادي صدقيني، خالد ولؤي حبيبات قلبي. بس التعبير كان غلط يعني من 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 نايب بمجلس الشعب، النائب حكمة الديب. إيه طبعا انه غلط. هو يمكن كانت بتنتهي القصة يعني بانه يغير التعبير، ما كان يعني نحن طبعا كلنا بنقول كان انا او راغب او 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 كل اللبنانيين البلد تبع بلدنا لبنان رغم كل المراحل رح يبقى، ما رح يطير، مو بيطير. ولكن راغب كان إذا بدك مثل رسالة تنبيه، وهيدا طبيعي نقوله كلنا. كلنا اليوم نحكي هموم بلدنا وهموم شعبنا وهموم الشارع اللي نحن عايشين فيه، لما منقول إنه يا جماعة انتبهوا لح يطير البلد، انتبهوا يا جماعة لح البلد يدهور رايح على 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 المهوار. بس دي الأغنية كانت ردة الفعل، كانت ردة الفعل منا كتير منيحة، وانا ضمنت مع راغب. ولكن كنت بتمنى كمان من النايب حكمة الديب انه يقول انه انا اسأت التع يعني هو اساء كيف يرد. بالعكس احنا بلد في حرية، وكل انسان حر يعطي رأيه وحر يقول شو زعجه شو بحس، هيدي ميزة لبنان. فكان يمكن ردة الفعل كانت مش محلها، ومن هون أنا قلت إنه أكيد نحن حد راغب، لأنه بالنهاية كمان الفنان منه مكسر عصا لكل ما صار شيء نقوم على الفنان نعمله هو. يعني بالعكس إذا في شيء حلو بهالبلد عم بحكي عنا بلبنان هو الفنان، هو الفنان اللي دائما عم يفرج الصورة الحلوة دائما الصيفية والمهرجانات والحفلات اللي عم تصير دائما. بس نطلع لبرات لبنان نحن عم نوصل الصورة الحلوة عن بلدنا وعن عن شعبنا وعن مهرجاناتنا. ما تخافش على شعبيتك لما بتقول آرائك السياسية؟ أنا ما بقول آراء سياسية، أنا بقول آراء وطنية، أنا بقول آراء يعني إذا في شيء بتدق بالوطن. بس الآراء الوطنية سياسية؟ لا بالعكس. إذا اليوم أنت قلتي أنه أنا بلبنان بحاجة لحكومة، نحن ما عنا حكومة، ليه في فراغ حكومة، ليه عنا شغور رئاسي، ليه انت يعني انت ما تدعمش حزب بس على حزب؟ ولكن لا انا لا. ما بقبله هيدا، وبعتبر انا الفنان اللي بيدعم حزب ضد حزب بيكون عم ينمي الخلافات الحزبية والطائفية والسياسية الموجودة عنا. انا ضد انه اوقف طرف مع حدا. انا اليوم انا زلمي بعتبر نفسي محسوب على بلد اسمه لبنان، أنا تحت راية وشعار وجناح مؤسستنا العسكرية اللي منوجه لهم تحية كتير كبيرة للجيش اللبناني اللي هن كانوا بكل المراحل الجمعين ما بين كل اللبنانيين، ما كانوا ولا مرة طرف ضد طرف آخر. بصراحة ما فيش مرة تقلك بلاش كلام في السياسة؟ ما بتكلم بالسياسة، قلت لك أنت اليوم لما بتحكي يعني بلاش آراء وطنية، بلاش كلام في آراء وطنية. ما هو مفيش مرة اليوم تقلك خلاص بس كده كفاية. هو اليوم بالنهاية الفنان هو إنسان، وهالإنسان هيدا هو من هالبيئة. يعني اليوم أنا إذا شفت واحد فقير وما عنده لا مي ولا كهرباء ولا يعني، وقلت أنا جيت وقفت معه ودفعت عنه، قلت يا دولة مفروض توقفوا مع هالناس اللي هن بحاجة لحتى نوقف حدهم، وهيدي أقل حقوقه. يعني اليوم لأننا نفترض عم نحكي بلبنان، أقل حقوق الإنسان اللبناني أنه يكون عنده كهرباء، يكون عنده ماء، يكون عنده حياة معيشية طبيعية، يكون في عنده بنية تحتية.
هيدي اشياء ما بكون انا عم بحكي سياسه. ممكن تسيب الفن في يوم وتروح للسياسه؟ لا. طب ممكن تعمل الاثنين فن وسياسه؟ لا لا، انا بحب الفن، والفن بالنسبه لي هو شغف وموهبه وهوايه، فمستحيل اقدر اني اترك الفن او اتفرغ لشيء تاني بوقت اللي بكون انا كمان قادر ومستمر وما زلت عم اقدم. خلينا نشوف الصوره الثانيه. يا ليس هناك شيء اسمه وراثه، فهو لا يستطيع ان يفرضني على الناس. اول شيء انا لا اؤمن بكلمه بالفن ما في وراثه. اذا كان حدا ما عنده المؤهلات او ما عنده الموهبه انه يكون يعني يكون فنان، صعب انه يقدر لو كان بيو فنان. بس اليوم بتشوفي على امثله كثيره عنا يبقى حذرت مين؟ لا والله ما عرفت. خلينا نشوف الصوره. تفضل تفضل. الصوره ماريتا، ما كنتش عارف انها قايله كده؟ لا والله، يعني بالفن برجع باكد اللي قلته، انه ما فيك انت تورثي الفن اذا ما كان هو الشخص عنده المؤهلات، يعني عنده الصوت الحلو او كان عنده او كان ممثل مثلا بيقدر يمثل. وهذا الشيء شفناه ببلادنا العربيه في كتار. بس اليوم اذا على سبيل المثال مثلا الاخوان الرحباني، زياد الرحباني، اسامه الرحباني، الياس الرحباني، غسان الرحباني، طب ما هيدي العائله يعني انه كل حدا منهم عنده شيء، والا ما كانوا نجحوا. بالاضافه لكثير ممثلين عنا، مثلا بدي بوجه تحيه كثير كبيره للفنان الكبير عادل امام، كمان ابنه ممثل ومخرج و تحيه للزعيم عادل امام. الزعيم طبعا حبيبي، انا كثير بحبه. فاليوم كثير بتلاقي بيوت مش بالضروره يكون عم تاخذ توريث قد ما هو يمكن يكون الشخص مساعده. لا لا، هلا اكيد اليوم انا اذا ابني صوته حلو او بنتي صوتها حلو او بتمثل حلو، بطبيعه الحال كونها بنتي وقف حدها وساعدها، هذا ما بعتبره غلط ابدا. يعني ماريتا مين ساهم اكثر، موهبتها ولا شهرتك؟ اللي هم عندها موهبه وما وصلت للناس، واكيد انا لعبت دور بكونها بنتي اكيد. خلينا نشوف التصريح اللي بعد كده. لا أدري ما إذا كان ما يقوم به عاصي صحي أو غير صحي، لديه أعمال على مدار السنة. مين قر عليك بقى؟ ما بعرف. مش عارف مين قال كده؟ لا والله. خلينا نشوف، ده تصريح ولا قر؟ لا ملحم خيي وحبيبي، قر علي ما حيقر علي يعني. بس أنا بالنسبة لي بعتبر أنه الفنان الذكي اللي بيقدر يكون متواجد دايماً، شو كان عم يقصد هو ما بعرف. هنكمل كلامنا بس ممكن نروح لفاصل؟ تفضلي. فاصل وراجعين. ومعانا فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني اللي منورنا في مصر. أهلا. منورنا. أهلا وسهلا. عاصي لم ينزل عن الحصان الأسود ولم يفهم العبارة دي إلا عاصي بقى. ما بعرف مين بس خلينا نشوف. بس حلوة الكلمة. سيمون أسمر. إيه كان قصده إيه بقى؟ ما بعرف، بس إنه حلوة. أنا ما نزلت على الحصان ولا بنزل. في خلافات بينك وبين سيمون أسمر؟ أبداً، آخر مرة تلاقينا بديو المشاهير ومن فترة حكيته على التليفون. سألت عليه في أزمته الأخيرة؟ أكيد دايماً بتسأل عنه، يعني هلأ ما في لقاءات دايمة ولا في اتصالات مستمرة، بس من فترة حكينا. ومرة صار في عندي حالة وفاة، إجا عزاني وأنا بحكي واسبوع من بتذكر من حوالي اسبوعين كولات مرتي كانت عم تحكي معه، يعني نحن ما في اي خلاف، بالعكس. هو دايما يشتكي من قله تواصل النجوم معه، يعني بيقول انه يوصلهم للشهره بعد كده يتنكروا له يعني بين قوسين. بس لحتى شوي نكون واضحين بهذا الموضوع، انا اول شغله طلعت من برنامج استوديو الفن، اكيد كان هو المخرج وكنت انا بهذا المكتب. بعدين بعد استديو الفن ضليت انا سنتين
مع مكتب استوديو الفن اللي هو كان بدر لي أعمالي لقاء بورسنتاج اللي هو نسبة من مدخولي. لسنة 93 أنا تركت مكتب استوديو الفن وصرت لحالي. بعدين عملت واني مارك مريت، كنت برات مكتب استوديو الفن، عملت يناكر المعروف كنت برات استوديو الفن، عملت رجعت مالي صبر يا ناس وعزبوني ويماما وبحبك وبغار. ويعني أنا مشواري الفني كان بدايته أول انطلاقة اللي هي كانت استوديو الفن. بعدين أنا كفيت مشواري لوحدي وكان مكتبي عندي مكتب خاص فيه هو مستلم شغلي. هيدي بس للتوضيح لأنه ما كتار بيعرفوا، كلهم بيفكروا أنه أنا بقيت بمكتب استوديو الفن مدة كتير طويلة. أنا هي المدة اللي كانت بين فترة 90 لسنة 92. يعني أنت مش مدين لأي حد. أنا مدين لرب العالمين سبحانه وتعالى ونعم بالله، وكل حدا وقف حدي بهالقد بقول له كتر خيرك وما بنسى فضلك. وأنا إنسان ما بحياتي كانت قليل الأصل ولا بحياتي كانت ناكر معروف لحدا. اللي جاي فيديو مش صورة، خلينا نشوف الفيديو. شو رسالتك لابنك الوليد؟ لأنه الجمهور كله سوا بلش يشوفه فنان صاعد، واليوم غنى كمان أغنية وطنية. شو رسالتك لإله الفنية، وشو لازم يكون عم يحمل؟ أي رأي لازم يحمل؟ إنه أكيد بتمنى له التوفيق، مثل ما بتمنى التوفيق لكل الشباب اللي بدهم يفوتوا بهالمجال. إنه إذا قرر يفوت بمجال الفن ويحترف، إنه دائما مثل ما بتمنى لنفسي، إنه أو رسالتي واحدة هي إنه بتمنى له يختار أعمال منيحة، كلام يكون منيح، ألحان منيحة، وبعدين ما تخاف عيني عليه وأنا درس له كل خطواته، يعني ما حيكون لحاله أبدا. أرضي هون وأهلي هون، مش رح فل، فمش رح فل. بدي أقول لكل اللي عم يشوفونا ما رح نفل من لبنان، لأنه لبنان هو وطننا النهائي، وحصرهم بعين كل اللي بده يجرب يفرقنا ويشردنا ويجرب يخلينا نفل من بلادنا. رح نقول له لا، ما رح نفل، نحن باقيين بهالارض لانه هيدي الارض لنا ونحن منها. بيكفي انك لبناني وبيكفي انك. اولا الف مبروك فوز الوليد بلقب ضيوف المشاهير، مبروك. بارك بعمرك، ميرسي. ممكن نقول عليه فارس الاغنيه القادم؟ بتمنى انه يخط طريقه او يعني يرسم طريقه، واكيد انا حده وعم ساعده. مش بالضروري اليوم يكون انا كسبه، وقلت لك ما في حدا ممكن يكون مثل حدا، حتى بالعائله كمان لا اؤمن بانه ممكن. بس هو شبهك جدا، صوت وشكل، حتى بصوته عنده اشياء بصوته مختلفة عني شوية ممكن. طبعا. وبخلال برنامج ضيوف المشاهير اذا بتلاحظي غنى انماط غنائية عديدة مع كتير من الفنانين، وكل الفنانين اثنوا على صوت وليد. وليد صوت قوي وصوت حاضر، بتصور انه رح يكون له شأن بيوم من الايام ان شاء الله. كل الناس أجمعت على موهبته وعلى صوته، ده ما فيش أي كلام، بس في نقاد وصحفيين شككوا فوزه، بيقولوا إنك أنت ساعدته عشان يفوز، وبيقولوا إنه أصلاً ما كانش ينفع يشارك في ضيوف المشاهير على أساس إنه مش نجم. يعني البرنامج ده اللي شاركوا فيه يكونوا نجوم، يعني هو ابن عاصي الحلاني بس مش نجم. مش نحن اللي عرضنا إنه يشارك، والأم تي في هن اللي طلبوا هذا الشيء. قلته أنا وقتها كنت أنا موجود بالبرنامج مباشر، قلت انه هن اللي طلبوا من على فكره من السنه الماضيه، لانه المخرج الصديق كميل طانيوس وناي نفاع اللي هن كمان اصدقائنا، واكيد صاحب المحطه اللي بكن له كل المحبه والاحترام وصديقي ميشيل المر، سمعانين صوت وليد عندي بالبيت، ومن سنتين طلبوا انه يشارك بالبرنامج وكان بعده المدرسه على فكره. هيدا وليد اول سنه جامعه، فالسنة قلت له الخيار بيرجع لك لأنه أنا ما بدي، بس قلت أنا طبعا الأولوية بالنسبة لي هو جامعته ودراسته، هو اللي اختار. وإذا بدنا ننطر كل واحد شو بيحكي وشو بيقول وكل واحد شو بينتقد،
يعني انت نقعد ما كنتش لشغلة ولا عاملة ومرد على الناس؟ لا ما كنتش ما سمعتهم. صدقيني اللي عم تحكي عنهم ما سمعتهم. انا ما كل اللي بعرفه ما سمعتش النقاد قالوا ايه؟ ما سمعتش انهم قالوا انك كنت ضامن فوزه قبل ما عم بحلف لك بالله ما سمعت. انا بنقل لك اللي انكتب في مجله سيدتي ومجله النهار وكذا مجله لبنانيه. ما برد. انت بتعرفي انه انا قليل بطلع مقابلات وبطلع بحكي وبرد يعني. هلا يعني حبيت اطلع معكم واحنا لينا شرف وهذا شيء بيبسطني. بدي طل من خلال تلفزيون مصري لانه لي فتره ما طلعت بلقاءات بمصر. بس انا مني من النوع اللي بقرا كتير اشياء يعني يعني اذا ما كان شيء واقعي والحكي منطقي يعني بفضل ما رد عليه ولا احكي فيه. يعني كل واحد بده يكتب على ذوقه وبده يحكي على ذوقه. ومشكله اليوم سبق وحكيت انه مراكز التواصل الاجتماعي صارت انه مين ما كان بيطلع بيعطي رايه وبيحكي عن رايه. عرفتي كيف؟ طب ليه بيقول اليوم كده؟ موهبة وليد ما فينا لا لا هو موهوب حتى كل النقاد وكل الصحفيين نحن عم نحكي عن صوت في اجماع على صوته صوت وموهبته بس بيقولوا انه ردة فعله ما كانت غريبه شويه. هو كانت طبعه هو كده طبعه هيك. يعني ابتسامه خفيفه كده عادي ايه يعني فزت طبعه هيك وهذا شيء حلو غيري. انا كثير منفعل طبعا. احنا نتمنى له النجاح وتحيه للوليد الحلاني. على فكره نزل غنية سمعتيها؟ عم يسالوا غنية كثير حلوه والمقطع منها يلا. عم يسالوا كيف جنونك بتحمله. عم يسالوا عبالي كيف مطوله. عم يسالوا جنونك بتحمله. عم يسألوا عبالي كيف مطوله. عم يسألوا كيف جنونك بتحمله. عم يسألوا عبالي كيف مطوله. ومستحمل شكك وزنونك هو ما بحلف إلا بعيونك. ما عرف صعب عمري كمله. ومستحمل شكك وزنونك وما بحلف إلا بعيونك. وما عرفوا إني من دونك صعب عمري كمله. عم يسألوا كيف جنونك بتحمله. عم يسألوا عبالي يلا. عن كل الدنيا بتخلى بيني وبينك. لو حطوا هالدنيا كلها كرامة عينك. عن كل الدنيا بتخلى بيني وبينك. لو حطوا هالدنيا كلها كرامة عينك. عن كل الدنيا بتخلى. ومستحمل شكك وزنونك هو ما بحلم إلا بعيونك. ما عرفوا إني من دونك صعب عمري كمله. ومستحمل شكك وزنونك أو ما بحلف إلا بعيونك. أو ما عرفوا إني من دونك صعب عمري. يسألوا كيف جنونك بتحملوا. عم يسألوا عبالي كيف
فيك تطوله. بارعون حين يكذبون لكني أكثر براعة حين أمثل أني أصدقهم. يا أخي إذا أنت ما حابب الوسط يعني ابتعد ابتعد عنه. ليه ربطوا التويتة دي بوائل كفوري؟ بيفكر حاله ناجح هو مش ناجح. رسالة لعاصي ما يغيرك الزمن. لا قيمة لتعليقات غير النقاد الفنيين. أنا ما قلتش حاجة. منه رومانسي بس الحب بيننا ما تغير. لا اذا كانت مرتي ومرتي ما بتقول هيك. ما تخافش على شعبيتك لما بتقول ارائك السياسية. 93 انا تركت مكتب استوديو الفن وصرت لحالي. انت مش مدين لاي حد. ما في حدا ما بيغلط. ليس هناك شيء اسمه وراثة في النجاح. ما فيك انت تورث الفن لو ما عنده موهبة وما وصلت للناس. رجعنا لكم ومعنا فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني اللي منورنا في مصر. أهلا. منورنا. أهلا أهلا بيك. وسهلا. في أقوال أو تصاريح ليك ممكن نتناقش فيها؟ يلا. قلت إن الوسط في نواحي سلبية ونواحي كتير إيجابية. إيه السلبي وإيه الإيجابي؟ هو الوسط الفني شيء حلو في بس البعض. أنا رديت على بعض اللي قالوا إنه بيقولوا إنه الوسط الفني أنا بجرب بعد أولادي عنه لأنه مش كتير منيح. الوسط الفني بصيروا بيكونوا هن فنانين وهن عايشين هيدا الوسط وبيطلع بصير ينعي. لك يا أخي إذا أنت ما حابب الوسط الفني يعني ابتعد ابتعد عنه. فأنا بما أنه شايف الوسط الفني بالخط الحلو بالصورة السليمة بالخط الإيجابي. يعني أنا مثلا أنا كنت قبل ما أجي لهون من أسبوع كان عندي حفلة حكينا قبل شوي لأطفال المرضى بالسرطان. أنا كنت بغاية السعادة بغاية بدمشق بغاية السعادة وبغاية الفرح أني عم بغني لإسعاد أو لمساعدة ناس. طب ما هيدا الخط الحلو بالفن كمان. مش يعني الخط الحلو أنه بس دايما نعمل حفلات ونكسب فلوس ويكون الهدف منه بس مادة وبس. طب ما كمان بالوسط الفني فينا نعمل اشياء نسعد فيها الناس ندخل الفرحه لقلوب الناس. هيدي الشغلات كمان بتكون من عم نفيد مجتمعنا وبنفس الوقت احنا عم نعمل اسم نظيف وحلو. فمشان هيك انا بقول انه الفنان اللي بيكون بيحترم عمله بيحترم اسرته وبيحترم الفن والبلد اللي هو طالع منه. لان اليوم باي محل بكون عم مثل بلدي ووطني فاكيد بدي يكون بحترم عملي وبحترم أسرتي وبحترم الشيء اللي عم بعمله لحتى أقدمه بالشكل الصحيح وبالصورة الصحيحة. التصريح اللي بعده. لا قيمة لتعليقات غير النقاد الفنيين. أكيد هيدي كمان بترجع بنعود على نفس السياق اللي حكينا فيه قبل إنه صار كل واحد بده يطلع على السوشيال ميديا وعلى المواقع ويعطي رأيه. اليوم اللي بده يعطي رأيه بده يكون بيعرف بشو عم يعطي رأيه. يعني يكون عنده خبرة بإبداء الرأي. مش أي حدا بيطلع بتعطي رأيك. بعدين تنفترض مسلسل بعده بأول حلقة أو برنامجك أول حلقة أو تاني حلقة دغري بنطلع منهاجم كأخيرو.
يمكن هذا المسلسل أول حلقة كانت البداية، تاني طول احضار الرابعة والخامسة والسادسة لتعرف إذا هذا المسلسل هو فعلا منيح ولا منه منيح. زعلت لما انتقدوك في العراب؟ ما حدا انتقدني أبدا؟ أبدا. ولا أنت انتقدت نفسك؟ شايف نفسك نجحت كممثل؟ أنا مش، أنا شايف أول شغل العراب كان ما بعتبره ممثل أنا فيه كبطولة مطلقة لألي لحالي، تجربة ما بندم عليها حلوة، ولكن أنا قلت قبل مقابلة أنه أنا كنت أنا ومجموعة من الأبطال، يعني كان أنا معي حدة بال طبعا بالغرق. بس قيمت نفسك ازاي؟ طبعا طبعا كلهم نجوم كبار. عبد المنعم عميري، مصطفى الخاني، سلافة معمار، يعني شو بدي عد كتير فنانين. بس انت كعاصي الحلاني الفنان الناجح والصوت الحلو، قيمت نفسك ازاي في التجربة دي؟ شفت نفسك يعني ممثل موهوب؟ شفت نفسك تنفع للتجربة دي وممكن تكررها؟ أنا ماني ضد التجربة، ارجع عيدها. وأنا ممكن تكررها؟ أكيد أكيد ممكن تكررها، وممكن يمكن إذا كررتها كون دقيق أكتر بالاختيار. مش انتبه، مش عم زم بالعراب، العراب مسلسل كتير حلو بس ما انعطى الحظ الكافي إعلامياً؟ أو مادياً؟ اتحارب بمحل معين. اتحارب؟ أيوة. إزاي اتحارب؟ تحارب محل من المحلات، تحارب العراب. ليه؟ كان في عراب تاني وصار في مشاكل شوي، ما بدي فوت وغوص فيها، هيدي بتعود للمخرج يعني كانت مصالح؟ يعني في شيء منه. ف بس بالنسبة لي أنا بعتبر أنه تجربة حلوة ماني ندمان عليها، وإذا شاءت الظروف وعرض علي أرجع أكرر التجربة أكيد ما بقول لا. بتتابع مسلسلات وأفلام و... بعض الأحيان مش دايماً. شايف حاجة حلوة وكنت شايف نفسك فيها؟ يعني مسلسل عجبك، أنت قلت لي مثلاً من شوية أن الهبة عجبك، المسلسل حلو جداً، شايف نفسك في مسلسل زي الهبة؟ أكيد عجب، موضوع أول شيء عجبني، وتاني شيء مسلسل نجح ويعني أنا يعني ممكن لو اتعرض عليك حتى الممثلين اللي فيه أنا كتير بحبهم، تيم حسن يعني من بعشقه من قبل، يعني تمثيله وحضوره من ايام الملك فاروق يعني بعتبره بدع ايامه، واكيد وفي في يعني في واسم خلالاتي كمان كتير بحب تمثيله، كتير بحب تمثيله عبده شاهين اللي هو عبده من عنا من البقاع كمان بحب تمثيله جدا، والقديره والكبيره منواصف اللي انا في معرفة شخصية وبعتبرها قد ايه ممثلة مهمة، قد ايه هي أم مهمة. طبعا تحية للفنانة الكبيرة كبيرة منواصف، وأكيد في طبعا نادين نسيب نجيم فنانة لبنانية قدرت عملت بصمة كتير مهمة بالبرنامج وما قبل، يعني نادين ورجعت لعبت دور كمان نيكول بعدين، يعني ما المشكلة بس وقت عدي حدا سيرت حتى كلهم. في عنا فاليري أبو شقرة كانت كمان بمحل من المحلات. أنت حريص إنك تقول كل الناس عشان ما يزعلش منك حد، دبلوماسية، لأنه كلهم بحبهم لأنه كلهم بحبهم أكيد. نكمل التصريحات؟ تفضلي. يلا أنت اللي قلت. أنا ما قلتش حاجة. لا أنت اللي قلت. بتقوليني حاجات أنا ما قلتهاش. والله انت اللي قايل كده. والله انت بتجيبي لي بلاوي النهارده. انا بحذرك قبل ما ابتدي عشان ما تقولش. انا عاده المقابلات ما بحب اسمي مشان ما وقع بمشكله التسميه. ما انت ما عملتش مشكله لحد، كل الناس جايب سيرتهم بالخير وكلهم حلوين وبتحبهم. يلا اتفضل. يلا. بارعون حين يكذبون لكني اكثر براعه حين امثل اني اصدقهم. التويته دي انت اللي كاتبها. مظبوط. قصدت ايه؟ كنت قصد مين؟ ما في أكتر منهم، اللي بالوجه مراية وبالقفا. فهمك كفاية على القفا. وبدك غناية وراها كمان. نرجع للتويتة. تفضلي. ليه ربطوا التويتة دي بوائل كفوري؟ والله انه ما في اي شيء خصه بوائل بهيدي التويته، وبكن له كل الاحترام لوائل، وحتى قبل شوي لما ذكرت الفنانين اللي بنشوف حالنا فيهم برات لبنان ذكرت وائل من ضمن الاسماء. وائل فنان عنده ارشيف حلو،
ونحن بنشوف حالنا فيه، وفي ناس عم يجربوا يوقعوا يجربوا يخلقوا خلاف. عشان انت خرجت التويتة دي لما كان حاصل على جائزة لبياف، وكان ملحم زين هو اللي مديه الجائزة. والله العظيم ده تزامن، ممكن ما كانش قصدك بس مزبوط. ده تزامن، لأنه أساسا ملحم سبق وحكيت قلت لك مثل خيي، وفي عشرة، ويعني نحن بتربطنا علاقة إذا بدك، يعني نحن منطقة واحدة تقريبا من ضيعة واحدة، نحن أهل بعلبك والمنطقة يعني. وحتى وائل يعني اليوم لما بنحكي عن زحلة وبعلبك كمان نحكي عم نحكي عن البقاع، فاليوم كل ما حدا من هالفنانين كان وائل وكان ملحم وكان وائل جسار اللي أنا كتير بحبه كمان، كل ما حدا منهم علي اسمه، كل ما عم بيوصل صورتنا الحلوة كلبنانية وكبقاعية، فأنا ما عندي مشكلة. يعني في معين شريف من الأصوات كمان اللي أنا بحبها ودائما بحكي عنها، فكل هالفنانين هودي أنا بعتبرهم كوكبة حلوة منشوف حالنا فيها، ودائما بتشع محبة وفرح. طب كنت تقصد مين لما قلت يا ريت يا عزيز الفنان تقوم البير؟ للي بيبقى بيكرر نفسه يعني، هيك بصير يعمل عمل. هيدي إذا بدك موجهة لكل حدا بيفكر حاله ناجح هو مش ناجح. مين ده؟ كل تويتاتك جنرال؟ كده بالعموميات أنا والله من العدم؟ بالعموميات. طب خلينا نسمع حاجة حلوة. قبل شوي أحد اللي معنا هون بالبرنامج، هي صبية حلوة وينها هدي، قالت لي ده أنت في مصر وما غنيت لغاية دلوقتي ست الستات يا مصرية. نسمع. فبدي أقول للست المصرية ده أنت في العندي والعندي. رجعنا لكم ومعنا فارس الاغنيه العربيه عاصي الحلاني، منورنا. تسلمي، منوره بوجودك، وجود هالشباب وهالصبايا الحلوين. اللعبه الجايه اجابتها سريعه، هنلعب لعبه. يا عاصي، من اخلاق الفرسان الشجاعه والجراه، صح ولا لا؟ صح. في اللعبه دي هتكون شجاع وجريء وصريح؟ نحن لها. شوف البوكس فيه ايه، جيبه لعندك وافتحه. حصان جميل. من أدوات الفروسية الخوذة. أنت قلت إن الفنان لازم يمشي ببودي جارد. لا لا، مش دايما يعني، بس لما أوقات بيكون المهرجان وفي عدد ناس كتير وبده، مش هو مش إذا بدك أمنيا قد ما هو لينظمه وصول الناس لإله، وبنفس الوقت هو على ستيج كمان لحتى الناس ما تقرب ويخربوا الحفل. في كتير امور يعني نحن بحاجه ليكون في سيكوريتي فيها، يعني مش بشكل طبيعي. دائم مش بشكل دائم معك بودي جارد؟ لا، أنا مش دائما اكيد. لا، الكرباج بيقولوا في الفروسيه الكرباج اداه ضرب ضروري حملها بس مش ضروري نستعملها. انت شايف انه الزمان ده محتاجين كرباج عشان يتحسب لنا الف حساب؟ هو انا مني مع الضرب، مش ضرب مادي، مش ضرب يعني. انا عارف يعني، مني مع الكرباج اللي انت بتقولي عليه. حتى على الحصان مزبوط، انت قلتي كلمه مزبوطه، لانه انا بحمل الكرباج على الحصان، ولكن بيعرف من دون يعني. هو لما بعمل لما اكون لاقط الران السرع وبعمل بايدي، بس هز بايدي بيعرف هو انه انا عم اقول له مشي عادي، صارت مع الخيل. بس بالحياة أنا بفضل أنه نحكم عقولنا أكثر من أنه نحمل الكرباج على بعضنا. يعني أنا مع الوعي والعقل أكثر من الضرب. المبتدئين يمشوا بالخيل في مسار معين، عمرك خرجت على المسار؟ سبق وقلت لك أنه أنا إنسان عقلاني، مني كتير أهوج، مغامر، بقدر أقول لك مغامر أنا. وإيه مشيت خلفت بكيف يعني، أنا حدا بيغني فولكلور على لون بدوي اللي فيه دراما، وفي بعدين لا بيغني الهوى طاير طاير وبحبك وبغار، الى انه يغني باب عم يبكي اللي هي
لون مختلف كليا عن كل اللي عملته. فكان بحياتي الفنية في كتير تنويع، وهذا التنويع هو ممكن يكون مخاطرة، ممكن يكون عم بجر ما بتعرف العواقب شو هي، هل حتتقبل الناس أو ما حتتقبل، هل الناس رح تكون مع هذا التغيير اللي أنا عم بعمله أو ما رح تكون مع هذا التغيير. السرج هو اللي بيعمل الاتزان للفارس، مين بيعمل الاتزان في حياتك؟ الإيمان، دائما إيماني دائما لما بكون عندي أي أزمة أو أي محنة أو أي شيء بحياتي، إن كان يعني حتى أزمة الصحية اللي مرقت فيها، كنت دائما بالصلاة وبالإيمان، وكنت حس بالتوازن وبالراحة النفسية ونعمة بالله. الفرسة ما ظهرتش مرة فرسة في حياة عاصي وحاولت تخطف قلبه؟ زوجتي خطفت قلبي، بدك بعد غيرها؟ بعدها ما ظهرش حد حاول يخطف قلب عاصي؟ في إشاعة عنك بتقول لا. إنك كنت حتتجوز على هي مين بنت الحلال دي؟ مش عارفة. لا مش بنسألك. لا لا أبدا. سبق قلت لك إنه أنا ما بحب فكرة تعدد الزوجات، أنا ما بحبها، وأكيد أنا بحب لما يكون في عائلة نقدر نحافظ عليها الاستقرار طبعا، والاستقرار والبقاء الزوجين مع بعض لحماية هذه الأسرة. لو قلت لك لم تنقرض الخيول بس انقرضت الفرسان، ده صحيح؟ إذا في عنا مثل لبناني بيقول إذا خليت خربت، يعني إذا بتخلى الناس من أولاد الحلال تخرب الدنيا. فأكيد أنا بعتبر دايما لابد إلا أنه يكون في ناس عندهم أصل وفرسان بأفكارهم وبمبادئهم وبقيمهم، وهذا الشيء أكيد ما بوافقك، لأنه أكيد بعد في عنا ناس عندها قيم بمجتمعنا العربي. مجتمعنا العربي لا يخلى أبدا من الناس النبيلة واللي عندها مبادئ واللي عندها كرامة وشرف وقيم. خلصنا اللعب؟ خلص الحمد لله. رجعنا لكم ومنورنا فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني. تسلمي، شكرا. عاصي، احنا النهاردة في زمن السوشيال ميديا، موافق على الكلام ده؟ ايه، السوشيال ميديا عم تلعب دور كتير كبير. السوشيال ميديا كتير منيحة، يعني انت بتنزل بنفسك على انستغرام وتويتر وفيسبوك ولا عندك شركة؟ لا عندي بالمكتب، يعني مهتمين بالأمور هيدي، وبعض الأحيان انا في اشياء انا بنزلها واشياء انا بكتبها. احنا دلوقتي في زمن الأغنية المنفردة، مش في زمن الألبوم بس، لسه ناس بتنزل ألبومات. أنا مع إنه الألبوم بعد الأحيان عم تنظلم الأغاني، لأنه عم يتسلط الضوء على أغنية اللي بتتصور، وبعض الأغاني الباقية عم تنظلم. بس دائما الفنان لما بيقدم ألبوم ما بيكون بالنسبة له إنه الألبوم هو لازم العشر أغنيات أو الأربعتاشر أغنية أو الثمان أغاني هني رح يكونوا كلهم ضربوا كتير، ولكن هو بعض الأحيان بيرضي نفسه بموسيقى معينة هو قدمها أو بشعر معين هو غناه. يعني مش دائما الأرقام على اليوتيوب أو على المراكز، بس دلوقتي مقاييس النجاح بالشير وباللايك وبالأرقام. مقاييس النجاح أنا بالنسبة لي هي بكم واحد عم يجي يحضر المهرجان اللي أنا عم بروح عليه، وكم مهرجان أنا بعمل، وكم حفلة أنا عم بعمل، وين عم روح وين عم غني. هذا المقاييس النجاح. هيدي بعض الأحيان بتكون أرقام وهمية منا أرقام فعلية، يعني مشترية يشتروها. حتى لو بعض الأحيان بتلاقي أغنية بتضرب في عليها ملايين، ما بتعرفي مين بيغنيها، مين هو الشخص بيغنيها، ما بعرف. أنت عارف أكتر أغنية عندك عاملة لايك في السوشيال ميديا؟ صدقيني بتشافة على اليوتيوب، عارف ولا لا؟ لا ما بعرف. وينك حبيبي
31 مليون. بس لقلك ايه، بس انتبه في اغاني كتير عندي انا مزبوط وينك حبيبي عندك كتير من شافي هي بس الفيديو، بس في كتير اغاني اذا بترجعي لورا اغاني من اهم الاغاني الموجوده عندنا بالوطن العربي بتلاقي تفوتي عليها ما بتلاقي عليها لايك كتير، مش يعني لانها مش ما نزلتش في زمن السوشيال ميديا. بالضبط بالضبط. يعني شو مثلا في اغاني لفيروز بتفوتي عليها، الله يطول بعمرها ست فيروز طبعا، تحيه للست فيروز، تحيه لها. ما في عليها كتير يعني انه هلا يعني 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 مثلا يعني مثلا اذا كان لنقول كيفك انت، والله من عز النوم، بتسرقني، والله والله سوارة العروس، ما في عليها كتير لايك على الـ على السوشيال ميديا. يعني مش كل هيدي العالم اللي قاعده هون وكل حدا بالوطن العربي حافظها وسامعها، فهيدي الاشياء مش مقياس. اليوم ست ماجدة الرومي بتطلع مثلا على سبيل المثال، شو فيها على السوشيال ميديا او على اليوتيوب، بتلاقي ما في عندها لايك كتير على الاغاني مثلا، ولكن عملت احلى المهرجانات واهم المهرجانات. انا ما عم بحكيك عن حالي، بحكيك بالمطلق عن الفنانين الكبار النهارده. فالكبير هو باعماله، الكبير هو بالمكان طبعا طبعا، بالمكان وين بغني، مش بالارقام الوهميه اللي هي بتشوف في ملايين اللايكات وما بتلاقي عنده 10 عم يحضروا بالحفله. شو هال مش مقياس اليوتيوب، مش مقياس لا لليوم قد ايه نسبه نجاح الاغنيه. يعني انا اليوم في عندي اغاني كتير معروفة بكل العالم، بتلاقي على اليوتيوب ما في عليها كتير عالم شايفينها، فهذا بالنسبة لي منه مقياس. نرجع للسوشيال ميديا، صورة مع سعد المجرد، ايه كواليس اللقاء ده؟ كانت جلسة مليئة بالحب والمودة، وسعد انا من الفنانين اللي بحبهم، وطبعا حكينا شو حصل يعني الفترة اللي مرق فيها، اكيد فترة صعبة، ولكن يعني حكيتوا عن الأزمة اللي مر بيها اكيد، وانا حتى من قبل يعني صار في اتصال انا وياه من فترة بوقت اللي كان عم يمرق بالمرحلة الصعبة، قلت له خلي ايمانك بالله كبير وخليك صبور، لانه دائما بالصبر بنقدر نتخطى المراحل كلها. واللي بدي اقوله لكل اللي بحبه سعد انه ان شاء الله انه أزمة وعدت، وسعد من الفنانين اللي أنا بحبهم، وعلى فكرة ذكرني بأنه ورجعت فرجاني يعني كنا عم هيك نتسلى على أيام سوبر ستار لما كان هو كان من أحد مواهب سوبر ستار، غنالي وقتها بحبك وبغار، وغنالي الهوى طاير طاير اللي هي مثل كذبة، ويعني سعد حدا بيستاهل الخير لانه محب جدا وخلوق جدا، وان شاء الله بضل نجمه عالي وتكون غايمه ومرقت عليه يا رب. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. يلا يا لا 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 هاي فا يلا يلا لا 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 لأن بشتو بتعرفي هيدا من هيدي السنة أو سنة الماضي ما بعرف من جابوه أساساً، ورجعوا اتطرقوا لقلوا وعملوه كأنه هلأ صاير، بس هو حصل طبعاً، ما حقول ما حصل. أنا ده هنا شفنا عصبية عصر. بكره حاجتين، إني أتكلم وما حدش يسمعني، وغني وما حدش يطلع فيا ويسمعني. وبالحفلة دي هيفا حبيبتي اللي أنا بحبها كتير وبدي واجه لها تحية، كانت معي بالحفلة، كانت مغنية يعني، فحصل هو يمكن ما كان المقصود، فكروا أنه أنا قاصد هيفا، أنا ماني قاصد هيفا، بس قلت إذا حفلة بدها حفلة تصوير بلا ما نغني، هذا كان الموضوع.
يعني أنا إذا جاي لغني جاي لغني لناس تسمعني، إذا بدي غني والناس بدها تتصور أو بدها تتحدث بفضل أنه روح ولما يخلصوا الحديث أو التصوير برجع بطلع على المسرح. ما بعرف إذا كان معي حق أو ما معي حق، ولكن بتصور أي فنان عم يشوفني هلأ بيعرف أنه أنا على حق، لأنه ما في أصعب من أنه تكوني أنت عم تغني أو وقفة على مسرح واللي اهتمام أو انتباه الناس ما يكون لقلك أو ما يكون أنت الكونتاكت بينك وبينهم هو عم يحصل. هذه هي القصة مش أكتر من هيك، ولكن ما كانت لا مقصودة هيفا ولا بدي واجه تحية كتير كبيرة لحبيب قلبي الفنان العالمي اللبناني العالمي اللي صعب، هو اللي كان عم بعيط لي عاصي عاصي تحية اللي صعب وهيفا حبيب قلبي بوجهة تحية، قدرت عملت شيء كتير حلو من خلال الأشياء اللي قدمتها إن كان بالسينما إن كان بالمسلسلات وبال كل شيء عم تقدمه حلو الله يوفقها. كان في السيدة الأولى منى الهراوي، سيدة منى الهراوي كانت اللي هي بتكون زوجة الرئيس الياس الهراوي السابق، كلهم بحبهم يعني ودائما العتب بيصير عقد المحبة، يمكن أوقات بتعتبي على اللي بتحبيه أكتر من الغريب، فانتهت يعني بلحظتها ورجعت كفيت وعملت حفلة بطير العالم، بس شوية هدر العقلات عندي يعني ندم؟ ايه؟ ندم؟ لا انت دعيتيني لنتحاور مع بعض، فاذا انا عم بحكي معك وانت عم تطلعي بالجمهور حقوم فل انا، فدايما خلي عينيك في انتبه يلا نروح فاصل فاصل وراجعين. رجعنا لكم ومعنا فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني اللي منورنا في مصر. أهلا. منورنا. أهلا وسهلا. نكمل التصريحات؟ تفضلي. يلا. نوعان من الذكور لا يطلق عليهم لفظ رجل، من يترك والدته تحت عجلة الزمن ليلحق أكيد. بزمن زوجته أكيد. ومن يتكلم في المجالس عن علاقته بامرأة أكيد. وثقت به أكيد. أنت اللي قايل كده. أنا قايل كده وبكل فخر في المطلق برضو أكيد. يعني هلأ يعني اليوم بحياتنا بشكل عام كتير صار في أكيد سمعت حد ما بيتكلم الذكور على واحدة ما أكثر الذكور وما أقل الرجال، بس أكيد كنت سمع حد أنت بس أنت بتأيديني فيها ولا لا؟ طبعا ما أكثر الذكور وما أقل الرجال طبعا، بس لسه في الخير زي ما قلت. بنفس الوقت بتشوفي للأسف بعض، صرنا اليوم خلال البرامج اللي عم بيعملوها عنا بلبنان كتير وحتى هون بمصر عم بيعملوا كتير برامج عن 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 مجتمعاتنا وشو عم بيصير، بتلاقي مثلا بفرجوا بامرأة أو رجل مسن محطوط بالمقوى مأوى العجزة، وبتلاقي من ميل تاني ابنه يا حكيم يا مهندس شايف نفسه انه هو مين اللي علمه؟ بيو. هيدا البي اللي حاطينه او الام ده مش الاصل او الام هيدا اللي هي ربت وعانت وصبرت، بيكونوا هدول يمكن عازوا بعض الاحيان النعمه الاكل حتى يربوا اولادهم ويعلمون وكذا، بيوصلوا بيصيروا بمحل بزتوا اهاليهم بمأوى العجزه او بتروحي على بيت اهلهم بتلاقيهم بلا اكل او عم بيشحدوا وهو انه مبسوط بحاله مزوج. هي هيدا هو العبرة منها، ما عم نقول نحن ما يكون بحب زوجته، أكيد بحب زوجتك وعائلتك، ولكن الأم والأب هن يعني لا يتكرروا طبعا. فبتلاقي اليوم في كتار مثلا أنه بتخلى عن أهله كرمال وبتلاقيه هو مرتاح أو هو منه مرتاح، بس اليوم أنه ما في شيء ممكن يخلي الإنسان يتخلى عن أمه أو عن بيه طبعا، ولا بأي ولا ممكن اي ظرف ممكن وبالنسبه لموضوع اللي
مش كل الرجال، مش كل الذكور رجال، واكيد وبعنيها الرجل بمواقفه، الرجل بقيمه، الرجل بكرامته، الرجل بمبادئه، الرجل بحفاظه على اسرته، على وطنه، على ارضه. هذا الرجل. عندما تعطيك الحياة سببا لتيأس أعطيها ألف سبب للاستمرار، لا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض. مظبوط. أنت برضو اللي قال كده. كان في يأس في حياتك قبل كده؟ ما بدي أكذب عليك يقول لك أنه أنا ما مرقت بليالي. أنا بس في شيء واحد هو اللي يعمل لي وقلت له، وهذا الشيء حكيناه قبل، بدي يعني هذا هو الشيء الأساسي، أنه أنا ما كان، أنا زلمة الحمد لله كل شيء عندي، صحتي كتير منيحة ومثل الحصان الحمد لله. رحت عملت أشعة، ركبت بالطيارة، رحت عندي حفلة كان بأربيل، بدق ل على البيت لزوجتي بسألها شو طلع بالصور، قالت لي ما بفي يقول لك، الحكيم بده يقول لك. قلت لها قليلي أنت، قالت لي ما بعرف اشرح لك. يعني تخيلي هيدا، وكنت مضطر اطلع من اربيل على دبي، طلعت على دبي لبين ما ارجع على لبنان، يعني عشت بوسواس انه شو هو اللي صاير معي، شو في لبين ما رجعت، لرحت لعند الحكيم، لعدت مع الحكيم لشرح لي شو الموضوع، كان صار معي انهيار عصبي. وبلاس لما خبرني انه رجعت جيت على البيت سرقوا لحالي، لدرجه انه عيط ابكي، يعني ينزل دموعي، ارجع اقول طب الحمد لله انه شيء له في علاج. بس المشكلة انه في عملية، في قاعدة. انا عدت يعني يمكن قلتها مرة مع باحد مقابلات، عدت شهر ونص على الويلتشير، ممنوع اوقف. العالم ما بتعرف انه هيدا الانسان عم بيمرق بوقت هيدا الوقت. شو قعد بعض المعلقين على السوشيال ميديا، عاصل حلينا بيعمل بوتوكس، احنا عم ناخد كورتيزون لحتى نتحمل الوجع اللي واقعين فيه. الناس مش عارف، عرفتي كيف؟ فالعالم مش عارفاني. فاللي بيخلي الواحد يعني من جوا ينقهر ويتضايق، انه بوقت اللي انا عم بعاني، ولما اطلع كنت اطلع بدو فويس، انا كنت باثناء عامل عمليه، كل العالم يقولوا شو عاصي، شو خفيف الدم، وشو مهضوم. انا كنت وقت عامل كنت عمليه، كنت بداري وجع، انا كنت عامل عمليه وكنت عم بطلع، يطلبوا انه بدنا نطلع، بدنا ننسى الالم. اوكي ننسى الالم، اطلع امزح مع شيرين، وامزح مع صابر، وامزح معه واضحك. وحتى لدرجه في محل دق لي الحكيم قال لي قلت لك ما توقف. انا كنت روح مره في بأحد المرات، يعني كنت بآخر، هو مرق فترة لازم كنت موقف فيها، لأنه كنت عامل زراعة عظم. زراعة العظم مفروض ما نوقف، لأنه العظم بيكون مثل العجين، أكيد الدكاترة والحكمة بيعرفوا الموضوع. هذا الشيء ممنوع أوقف لأنه ممكن يرجع يتفتت. فمن هون كنت عم بطلع أنا بدو فويس واتضحك وأعمل وهيدا، بنفس الوقت أنا عم بيجي على البيت أبكي. هون أنا قلت لك أنه رجعت إيماني بربنا سبحانه وتعالى، وأهلي حوالي، إيه كان شعورك لما مرتي. كنت لوحدك في اللحظات دي، لما تقعد لوحدك؟ ما خلوني أقعد لوحدي، ولكن لما بدك تنامي دايما، يعني لما بجي لنام دايما صلي لحتى أتخطى المرحلة، لأنه صار عندي أكتر. يعني هي مفروض كانت عملية ما زبطت، رجعت عملت عمليتين بعدها. فهيدا الشيء اللي ضايقنا زيادة، وهيدا الشيء اللي خلاني أتطرق أكتر للكورتيزون، لحد لأنه صار عندي ألم كتير صعب. هون كنت انه ايه بيني وبين حالي، يصير عندي هيك حزن، يصير عندي انه نزلوا دموعك وانت لوحدك؟ ايه اكيد، لانه انا مثلا من اكثر الهوايات اللي بحبها بحياتي واللي انا مغروم فيها هي ان الفروسيه، ركوب الخيل. يصير اقول انه بيني وبين حالي انتم معقول يعني ربي دخيلك انه بهيدي الشغله عم تضربني؟ طب ليه؟ برجع بعدين اقول يا رب الحمد لله دخيلك، استغفر ربنا، يعني اقول انه الحمد لله الحمد لله، انه ارجع بحاله اللاوعي احكي شيء، بعدين ارجع اقول استغفر الله وقول يا رب دخيلك سامحني، ارجع صلي انه لا انا ليه عم بحكي هيك. فهيدي اكيد انا بعرف انه في كتار ناس يمكن عندها وجع وعندها الم وعندها وبتعرف شو البقصد وبتعرف شو عم بحكي، ولكن دائما بدي اقول للكل انه بالصلاه والايمان والصبر. انا مثلا ضيقت كتير وصبرت والحمد لله، هلا بقول كتر خير الله، الف الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله انه بتكون مرحله وقطعت، ولكن انه لازم على طول ضل بداري نفسي، وضل على طول عم بعمل تشيك اب، وضل يعني انا ما عندي مرض، بس حتى ما يفهموا الناس، انا هي مشكله بالعظم، صار في لها عمليات وانتهينا منها ان شاء الله. ربنا يديم عليك الصحه بعيد الشر عنك. لا الحمد لله كتر خير الله. وصلنا لاخر فقره، 30 ثانيه
رسالة من عاصي العاصي. بس في الضلمة طفوا النور. رسالة لوجهها لألي أو لعاصي، بقول له خليك زي ما أنت، ما يغيرك الزمن وما يغيرك الشهرة. الحمد لله انشهرت كتير، بس فضلت زي ما أنا، وخلي قلبك مليان بالمحبة وبالصدق. دايما بالآخر في آخر في وقت فراق، مش هيك بتقول فيروز؟ أنا في على فكرة في شعر لحنته للشاعر الكبير عمر الفرة، هو ودعنا، بس قد ما أعماله حلوة ما بتروح من بالي. بتقول أودعكم لعل الله يجمعنا بأماسيكم. سامحونا سامحونا إذا أخطأنا، بنحبكم كتير، وكل مقابلة وأنتم بألف خير. وإحنا كمان بنحبك، نورتنا وشرفتنا، وكنا سعداء جدا باللقاء معك. تحية لك ولكل المشاهدين بمصر وبكل المنطقة العربية، وإن شاء الله دايما بتضل مصر بلد الفن والثقافة والحضارة، والله يديم الأمن والأمان والسلام على هالبلد الغالي إن شاء الله. عاصي، أنت فارس الأغنية العربية، وأنت فعلا فارس بأخلاقك وبأجوبتك. تسلمي، شكرا، شرفتنا ونورتنا. كده انتهت حلقتنا، نتقابل مع نجم جديد في حلقة جديدة.